اذا مشاهدي شو تي في، تحيه طيبه لجميع المتابعين والمتابعات، كنحييكم دين توجه في هذه الاجواء المسائيه بطبيعه الحال. اذا للاسف منظر كما كتشوفوا معايا اونفاس، واحد السيد مسكين كينعس تما متشرد بهذا المعنى هذا، مسكين مش ما عرفناش الظروف ديالو كي دايره كما كتشوفوا اونفاس لي. انا حاولت ما نقربش تما باش ما نديرولوش احراج ولا شي حاجه، كنصور غير من البعيد للاسف. كما كنشوفوا حنايا يعني الناس ناعسين في الديور ديالهم، يعني مرتاحين مع راساتهم، وواحد مسكين كما كنقولوا حنايا مفرش الكارتون بهذا المعنى هذا كما كتشوفوا معنا. يعني منظر صراحه يعني اللي كيألم بزاف في هذا الليل هذا وفي هذا البرد القارس بطبيعه الحال. اذا كنتمناو انه الله يجيب شي تاويل ديال الخير لهاد الناس مساكين اللي كينعسوا على برا. كما كتشوفوا امامي كاين كارتون، هذاك الكارتون كينعس فيه واحد السيد تما، ما عرفتش انا الظروف ديالو قسما بالله، ما بغيتش، ما زعمتش انه نمشي نطفل عليه ونطفل على كما كنقولوا حنايا يعني الخصوصيات ديالو بهذا المعنى هذا. كاين بزاف تاع الحالات بحال هكا، كل وحدين فين كينعسوا مساكين. كان تحت كان بعض الاماكن خطيره اللي صعيب انك توصل تصور فيها. هذا نموذج من هنايا من الشارع في مدينه وجده كما كتشوفوا معايا، يعني المنظر المشهد امامكم بطبيعه الحال. يعني السيد يعني مصاوب بحال دار بالكارتون مسكين وكينعس فيها. شوفوا المنظر والمشهد يعني صعيب بهذا المعنى هذا. كنتمناو حنايا ان شاء الله الخير والتيسير، الله يجيب شي تاويل ديال الخير لهاد الناس مساكين اللي كينعسوا في الزنقه، لانه مشاهد بحال هذه صراحه صادمه ومؤثره. حبذا لو انه الناس ديال الخير يديروا مأوى لهاد الناس هادو مساكين اللي كينعسوا هكا في الزنقه وعلى برا، ويعني الحياة صعيبة بهذا المعنى هذا. يعني كما كنشوفوا حنايا واحد الإنسان يعني مصاوب سنادق باش ما يدخلوش البرد مفرشهم وكينعس فيهم يعني يوميا، يعني تقريبا هذا السيد هذا هنايا كل يوم في هذه البلاصة هذه للأسف الإخوان الأخوات. يعني منظر صعيب بزاف، يعني كاين بزاف تاع الناس اللي ما عرفناش الظروف ديالهم اللي خلاتهم انهم ينعسوا على برا بحال هكا. لهذا نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا في الشارع اللي كيدي لاكار القديمه، تقاطع ديال شارع الدرفوفي، هذيك اللي لهيهات الولايه القديمه هذا المعنى هذا. نتمنى انه تكون شي واحد يجي يعطي لهم وجبات ساخنه ويتهلا فيهم ويتعامل معاهم بطبيعه الحال. هاد الناس هادو تا هما راهم بشر، تا هما راهم مواطنين، الظروف بعض المرات تقدر مسكين ما عندوش فين يبات، الظروف هي اللي خلاتو ينعس في الزنقه، يمكن دارهم طردوه، يمكن ما عندوش عمل باش انه بزاف 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 ديال الحوايج، بزاف نتاع السيناريوهات. كان غادي تجلسوا مع هاد الناس اللي متشردين مساكين هكا كينعسوا في الزنقه، كل واحد غادي يحكي لكم واحد القصه اللي مؤثره. كل واحد وعنده القصه ديالو بطبيعه الحال. حنا كنتمنوا ان شاء الله الخير والتيسير للجميع، كنتمنوا انه تكون شي حلول بطبيعه الحال. غادي نتحركوا وبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا، غادي نحاول نتحرك لواحد المكان اخر اللي شفت فيه واحد المتشرد اخر كينعس فيه بهذا المعنى هذا. غادي نحاول نقرب من هذيك الجهه بطبيعه الحال. كاين بزاف كما كنقولوا حنايا نتاع الناس اللي كينعسوا على برا وفي محطات في صراحه. كنحيي واحد الشباب ديال مدينه وجده اللي كيديروا الخير وكيدوروا يفرقوا في الليل وجبات ساخنه على هاد الناس اللي بحال هكا. كاين هنا في الدور عاوتاني واحد حتى هو كينعس في واحد البلاصه اللي كما كنقولوا حنايا مجيت في الباب تاع واحد العماره، بقاو معايا غادي ندور في الدوره باش تشوفوا عاوتاني هذاك السيد شنو مفرش وفاش ناعس. يعني كان واحد البرد قوي جدا، يعني المراه لابس مزيان ودار الكاشكول ودار الشاشيه ودار مجموعه تاع الامور، وفي الاخر
وفي الاخر بهذا المعنى هذا كما تنقولوا حنايا ما كاين ما مرتاحش جاي البرد وكيشكي اللي كتلقى معاك يقول لك اخويا البرد. الانسان خصو يقول الحمد لله، لان علاش انت كاع وراك لابس مزيان وعندك الدار ديالك فين تنعس والغطاء وفي اللي ما يدخلكش البرد، وخا تحس بالبرد تغطى وتنعس مزيان. هاد الناس هادو مساكين راه عليهم اغلبيه فيهم مساكين مرض السكر بالروماتيزم مجموعه ديال الامور. غادي ندورو من هنايا عاوتاني، كاين واحد البلاصه عاوتاني هنايا كنت دزت من هنا مؤخرا ولاحظت بلي انه كاين واحد مسكين حتى هو كاينعس هنايا في واحد الباب. كتجي واحد الوقيته كيفرش فيها وكا كاينعس. غادي نوريكم المكان ديالو. كما كتشوفوا معنا كما شفتوا معنا جوج تاع الحالات دزنا عليهم هنا في شارع محمد الخامس والشارع الاخر اللي كيدي لاكار القديمه. شفتوا بزاف تاع المساكين هادو المتشردين كيشوفوا بلايص بحال هادو وكيديروا حلول لراسهم، يعني كيدير حل لراسو وكيصاوب يعني باش كيتغطى وباش يعني صراحه يعني شيء مؤلم صراحه. يعني كتشوف بحال هكا بنادم ناعس وحط مسكين الفراش ديالو والكسوه ديالو، كتلقى في الصباح كينوض كيجمع داك الشيء كيخبيه في شي بلاصه ولا، وفي الليل كنصادف معاهم في واحد الوقيته معينه كيجي مسكين وكينعس تما. كتلقاه في النهار يقدر يكون خدام شي بلاصه، يقدر كما كنقولوا حنايا المهم يسعى يقدر بزاف تاع الحوايج ومسكين كيجي كينعس تما. يعني انا كنحاول كنقلب في بلايص اخرين باش نشوفوا هاد الفئه مساكين مواطنين اللي ما عندهم لا حمي الله رحيم. وكنتمنوا انه كان جمعيات الخيريه تبارك الله اللي كيديروا الخير، ولكن كاين بزاف هاد الناس يعني شحال قدهم في هاد المعنى. شوفوا من هنا عاوتاني وان شاء الله ان شاء الله اخويا غادي ان شاء الله غادي نشوفوا مع الجمعيات اللي يجيبوا لهم الافريشه. وانا راني كي غادي نسالي راني غادي نتواصل مع واحد الجمعيه اللي كتفرق الماكله وتعطي الفراش، راه غادي نتواصل معاهم ونجي معاهم اخوت. انا دابا كنوري لكم غير كنوري لكم كما كنقولوا حنايا غير هاد الحالات يعني صدفه جاي دايز، ولكن راه غادي نحرك التليفون وغادي ان شاء الله يكون الخير. هو كاين واحد المتشرد اخر اللي متشرده عاوتاني حتى هو راه كيجمع الصاك ديالو ويجمع المسائل ديالو باش انه غادي كما قلت لكم حنايا الى اسف في شي بلاصه. اذا كاين واحد الوقيته عاوتاني في هذا الشارع هذا بالضبط
واحد مسكين مفرش تخينه تما تريتوار بحال واحد الباصه هابطه بحال التريتوار، وهو موسدها ومفرش ناعس، كانت شويه الدعوه سخونه يعني، راه كان شي مسائل صراحه اللي كيضروا بزاف. لهذا كنتمنى انه اي واحد يدوز لشي بلاصه ولا عنده شي واحد متشرد ولا هذه الله يرحم والدين يتهلا فيه تحياتي. ولاد خويا صباح بخير، هانيا صباح مليح صحيحه كل شيء بخير، هانيا تكون مزيان صح صباح الحمد لله. ها وا راه خصني نعيط لا صاحبي عاد قبيله كسبت الخبر صافا الحمد لله واني داير لايف صافي نشوف كندور غير على هاد المتشردين بعدا كنت نهضر صافي نعيط لك يلاه الله يحفظك شكرا. هذا صديق ديالنا فاعل جمعاوي حتى هو غادي نتصل به حتى هو لقيتو غير صدفه حتى هما كيديروا هاد المبادرات غادي نحاول باش ان شاء الله يوقفوا مع هاد الناس هادو واخا غير بالفراش كسوا غطا، لان كما قلت لكم راه صعيبه باش خليت نعس في الزنقه صعيبه صعيبه بزاف. هاي عاوتاني هذه الكسوه عاوتاني ديال المتشرد مسكين حاط الكسوه ديالو هنايا، شوف كينعس برا ولا راه مرماوها له في الزنقه ولا شي حاجه. يعني صراحه انا كتمشي هنا في المدينه ومساكن كلي بجرادي كلي كل واحد الاغلبيه كنشوفوا البيبان تاع العمارات حيت كيكون شويه الدفء تما، وكيختاروا هنا شارع محمد الخامس يعني ما كانش يتعدى عليهم ما كانش مجموعه ديال الامور. نتمنى ان شاء الله نتمنى لهم الخير. لا المغاربه خصنا نتعاملوا بيناتنا، هذا ماشي الدور غير ديال السلطات، الدور حتى الجمعيات ديال المجتمع المدني حتى هما خصهم يوقفوا ويخرجوا ويتحركوا في الليل ويشوفوا وهادي يعاونوا هاد الناس هادو في سبيل الله طبيعة الحال. اذا احنا حاولنا نديروا هاد الجولة هادي في الليل المتشردين نقلبوا عليهم. اذا لحد الساعة لقينا زوج وواحد الكسوة ديالو محطوطة هو ما نعرفين. كما قلت لكم الاخوان كيكونوا بحال بحال هاد البلايص بحال دابا هاد الباب تاع القيسارية هادي كتلقى واحد مسكين كيجي يفرش لهيه ولا بحال الباب تاع العماره ولا بحال ديك البلاصه اللي دزنا منها قبيله مع هذيك البيبه تاع هذيك العماره مظلمه كيجي هو ما كان لي دونجي ما حتى شي حاجه كينعس تما. هادشي اللي كاين ما شفنا الحاله الاولى شفنا الحاله الثانيه. من بعد غادي نحاولوا نشوفوا حالات اخرين اللي كينعسوا بجيت المحطه، ولكن ما خصنيش نكون بوحدي غادي نشوف اصدقاء ولا فاعلين جمعويين اللي نمشي انا وياهم باش كما نقولوا حنايا كعارفين نقدر في الليل بنعم 100 نوال شي حاجه نهضروا معاهم وهذه وهذه ونشوفوا. يعني صراحه هاد الناس بحال هادو غادي تكون عندهم قصص مثيره جدا. نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا الخير والتيسير بطبيعه الحال. إذن إخوان خليكم تحية طيبة.